ولم يذكر أبا حنيفة لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين، إنه أدرك الصحابة، قيل إنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين، أنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله. نعم، وهو أول الأئمة الأربعة، هو أقدم الأئمة الأربعة. نعم.